السلام عليكم. هذه رحلة جديدة نبدأها معكم في دروب الأدب والفن المليئة بالثقافة والإبداع في أجمل تجلياته وأزهى التماعاته. أهلا بكم. أرض الإمارات بيئة خصبة لظهور ونماء المواهب المبدعة في مجالات الفنون والآداب عامة، ومنها الشعر الذي له عهود وحكايات مع الشارقة. نلتقي الآن مع شاعر من خورفكان. حسن النجار شاعر إماراتي يسكنه الشعر، فقد تفتحت موهبته في مدينة الشعر والثقافة والجمال، مدينة خورفكان. ومن كانت خورفكان مهده وملعبه ومرتع طفولته، تشرب معاني الإبداع وألهم قول الشعر. مدينة تقدست في ناظري حتى بدت لي بلدا حراما، أشد نحوها قوافل الهوى وكم روى زمزمها الأوامى. خورفكان هي المكان المنشأ، المكان الأول الذي أبصرت عيناي مفرداته. خورفكان بالنسبة لي هي المكان الذي يعني أراه هو المعيار لكل الأماكن التي يرتحل إليها من بعد هذه المدينة. مفرداتها هي التي تقافزت إلى القصيدة، كالبحر، الجبل، الفرجان، كل مفردات المدينة هذه، المدينة الساحرة كما يقال. ومن عهده الأول بالشعر إلى آخر إنجاز شعري له، يحدثنا حسن النجار عن حصوله على جائزة الريشة الذهبية من تونس عن قصيدته تجول في الذاكرة. هذه الجائزة التي تمنح من خلال ملتقى الشعراء الطلبة العرب، وجاء في حيثياتها لما لمسناه في نصه من نبض إبداعي وحرفية وإبداع وابتكار في الإيقاع والصورة والدلالة. بلا شك جائزة الريشة الذهبية في تونس كانت محطة في مسيرة الشعرية. كان هناك أيضا عدد كبير من الشعراء الذين شاركوا في هذه المسابقة، أو لنقل في هذا المهرجان الذي كان يعني الألفة والمودة فيه بشكل كبير. يعني من تونس طبعا هناك كان نصيب كبير من الشعراء، من ليبيا، من عمان، من مصر، من سوريا، كان تنوع من الشعراء الموجودين. وكان أيضا ليس فقط في مجال الشعر، لكن في أيضا نتعرفنا على بلد جميل، تعرفنا على وطن عربي شقيق بزياراتنا له والسياحة في مدنه. أسير هنا في مكان تعج تفاصيله بالحكايا وتشهق فيه الزوايا، الأماكن موسومة بالحنين، الأماكن كل الأماكن ترتد فينا وتخطو بداخلنا تتجول في الذاكرة. هنا طرقات تدس الكلام وتحفظ وعد المحبين، من قال إن الطريق يوسوس للعابرين بأسراره، إنها طرفة سمجة فالطريق هنا كبرياء برغم انكساراته، كل سر يخبئه يتحمل شوك أذاه، وعند التساؤل تفضحه دمعة حائرة. وأمضي بدرب أقاسمه شاي عمري الذي يتبخر دون ارتشاف، وأهدره مثل سيجارة فوق صمت الرصيف، وتمضغ جذوتها دون معنى ودون سؤال لمغزى الحياة بلحظتها العابرة.
وأوغلوا في سكة يتكثف فيها الكلام وتوقظ حلما قديما كهذه الفوانيس وهي معلقة دون أن يرمش الضوء في قلبها. أتساءل حتى متى يا فوانيس يهزأ فينا الغبار بضحكته الماكرة. على عكس خطوتي الوادعة يركض الطفل في داخلي يتقافز في خفة يتوسل جمع الصغار وهم يلعبون بأن يقذفوا نحوه كرة راغبا في هروب لطفل يكبله بين جنبيه. لكن أوبخه بعصا العمر أجلسه هادئا وكعادته ينزوي خائفا في طفولته الضائعة. أحب الجلوس على الأرصفة، عندها يتوقف سير الزمان ويفرد فيه المكان جناحيه. لا برهة ها هنا فوق عرش الرصيف أهيم هنا نورسا في فضاءاته اللانهائية الوهم لذته، والأغاني قصيدته المستحيلة. إني هنا أتجرع كأس الحضور أراوغ عمرا سيكمل شمعته النازفة. هنا القلب مسبحة من خرز يتساقط منفرطا حبة تلو أخرى على وقع ذكرى وأصداء أغنية وروائح تفلت كالبوح والحب بين البيوت الصغيرة والكلمات التي تتسلل في الحي مرأى المشاكسة المستمرة بين الصغار ومن يجلسون على العتبات يطيلون تحديقهم لخطى عابر مثلي الآن. لحظة أجتاز هذا المكان أعود إلي وكل الذي مر لم يبرح القلب فيه غرز. أطيل التأمل في وجه شيخ كبير وأبحث في وجهه عن أبي، أتخيله ضاحكا كأبي ويراقص أحفاده ويهز عصاه لهم. أتذكره حين يجدو بهزوجة البحر، أو يا مال يشعل الذكريات مراكب شوق لأيامه الماضيات ويأخذنا لحنين قديم. أبي نحن بعدك نبحث عن وجهك القمري ونزعم أن نرى شبها في الوجوه ونرسم فيها ملامح وجه أبي. تطل الكراسي مواسم مهترئة بالشجا وتقلب أوجها من أودعوا فوق ألواحها الخشبية أحلامهم ومضوا. ربما البعض ينصفهم موعد قادم، ربما يرجعون هنا بانكساراتهم، ربما أحد عاد يحمل باقة ورد يعد الدقائق في لهف العاشقين. الكراسي مدى والكراسي ندى والكراسي ردى، وكأن الأيادي التي سكنت ذات يوم هنا لا تزال إلى الآن متكئة. وكغيره من الشعراء في الوقت الراهن ينشط حسن النجار في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر قصائده وأشعاره، فما هي بالنسبة له إيجابيات وسلبيات هذه الوسائل عليه كشاعر؟ كانت نظرتي يعني سابقا أنني أتعامل بحذر مع هذه وسائل التواصل الاجتماعي، ومن قبل أيضا أيام المنتديات وغيرها، لكن بعدها فترة فهمنا نقطة أخرى. ربما يقول بعض أن قد تكون مجالاً لسرقة الشعر وغيره، لكن ما أجمل ما في الموضوع أن وسائل التواصل الاجتماعي تحفظ لك القصيدة
بوقتها وتاريخها. أنت أول من وضع هذه الأبيات، مهما بحثنا لن يكون هناك من سبقك في هذه الأبيات، فهذا من باب الحقوق فهو يحفظ حقك الأدبي. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي هي فرصة للانتشار، للتلاقي مع من هم في ميول نفسه، فرصة جميلة لأن نعيش في هذا العالم بشكل أكبر وبشكل منفتح مع الآخرين. يشارك حسن النجار في كل الفعاليات والمهرجانات التي تنظمها الشارقة، والتي حفرت أثرها عميقا كما يقول فيه، وانعكست على تجربته وشخصيته كشاعر. كما هو معروف ونحن في كنف صاحب السمو الدكتور الشيخ سلطان القاسمي، هناك جهود عظيمة في إحياء الثقافة والشعر والأدب بشكل عام في إمارة الشارقة. بعض الأمثلة، هناك المكتبات العامة تتوفر فيها كثير من الكتب، يعني من يحب الشعر يذهب ويقرأ في الشعر الحديث والقديم ويتبحر في كل المجالات. أيضا هناك الأمسيات، بيت الشعر ومهرجانات الشعر السنوية التي تقام، الالتقاء مع الشعراء من داخل أو خارج الدولة. كل هذه العوامل كلها تصب في صالح الشعر والشاعر. أيضا من يريد أن يلتقي بهذه نقول ما سبق ذكره سيجدها هنا في الشارقة. في كل خطوة شوق حين ودعها تنمو بها زهرة ضجت بحمرتها حتى استدار، فكان الدرب أغنية وجنة رقصت من فرط فرحتها، فقال أرجع أم أمضي وذا وله يحيي فراديسه من وقع ضحكتها. مضيت حتى حواف الشوق فانتبهت خطوات روحي وعادت نحو قبلتها. طرائف النوادر عن أصحاب المآثر، كتاب من تأليف الدكتور علي القاسمي ومن إصدارات منشورات القاسمي. في هذا الكتاب آثر المؤلف أن يكتب ما علق في ذاكرته من طرائف عن كبار الشخصيات الذين أتيح له أن يلتقيهم والذين يستحقون الذكر كما يقول، وفي الوقت نفسه يلقي بعض الضوء على معالم مسيرة حياته. يقول عن الشيخ إبراهيم الحجي إنه علمه درساً لن ينساه: لقد أحببت في الشيخ إبراهيم الحجي وقاره وتواضعه في آن واحد، وروحه الطيبة ومحبته التي تفيض من نفس كريمة فتغمر الآخرين والفضاء والكون كله، أو كما قيل بالجود ينفعل الوجود. وفوق ذلك كله ثقافته التربوية العميقة التي تجلت من خلال مناقشته الموضوعية للمحاضرة وإثارة نقاط فاتتني لأنه اكتسبها بالخبرة والممارسة. أما عن الدكتور عز الدين إبراهيم فيكتب: كان الدكتور عز الدين إبراهيم رجلاً ديناً دمث الأخلاق، أديباً عالماً، نال شهادة الدكتوراه في الأدب العربي من جامعة لندن، وأسهم بصورة فاعلة في بناء المؤسسات التربوية والثقافية في دولة الإمارات العربية في السنوات الأولى من تأسيسها، بوصفه مستشاراً لرئيسها الشيخ زايد، حتى إن الشيخ كلفه برئاسة جامعة الإمارات في أبوظبي، فعمل على تطويرها وفتح كليات علمية جديدة فيها. فيما يسرد بعض الذكريات عن أطروحة الدكتوراه في جامعة الرياض:
ومن حسنات العمل في جامعة الرياض آنذاك توافر الوقت للأستاذ، بحيث يستطيع أن يقوم بدراساته وأبحاثه لعدم وجود المقاهي ولا المسارح ولا دور السينما التي تستنفد أوقات الفراغ. فرأيت أن أشغل نفسي بترجمة أطروحة للدكتوراه التي قدمتها بالإنجليزية في جامعة تكساس قبل أكثر من سنة تقريبا، بعنوان علم اللغة وصناعة المعجم، وكانت نسختها الإنجليزية قد قبلت للنشر في دار ليندن الشهيرة في هولندا. ومع الشاعر الأمير عبد الله الفيصل كانت له ذكريات أثناء دراسته. في حالة الشعر مثلاً، علينا أن نستطلع دراسات النقاد المتخصصين الذين يميزون أسلوب الشعر وخصائصه، وقد أجمع النقاد على أن الخصائص المميزة للشعر الغنائي للأمير عبد الله الفيصل وموضوعاته الأساسية التي تنصب على الحب والجمال رافقته في جميع مراحل حياته منذ طفولته. ولا ينسى أن يتذكر هنا أيضاً الدكتور أحمد فتحي سرور وزير التعليم المصري. استقبلنا الدكتور أحمد فتحي سرور وزير التعليم الذي كنت أعرفه من قبل، وبعد الترحيب بنا سألني عن صديقي المصري عالم اللغة الدكتور محمود فهمي حجازي، فأجبت بأنه ما يزال يمارس التعليم في كلية الآداب بجامعة القاهرة، فطلب مني رقم هاتفه قائلا إنه في حاجة إليه ليرأس لجنة إعادة إعداد مناهج اللغة العربية في التعليم العام. وناولني السيد الوزير نسخة من كتاب نشره قبل مدة عنوانه التعليم في مصر، يعرض فيه خطته لإصلاح التعليم. في وسع القارئ أن ينظر إلى طرائف النوادر عن أصحاب المآثر في هذا الكتاب الذي ألفه الدكتور علي القاسمي، وصدر عن منشورات القاسمي، والتي صاغها بأسلوب سردي بمثابة حكايات أو قصص واقعية فيها كثير من الحقيقة. جبران خليل جبران شاعر وكاتب ورسام لبناني، ولد في بلدة بشر بشمال لبنان عام 1883، ويعد واحدا من رواد النهضة في المنطقة العربية ومن كبار أدباء المهجر، حيث هاجر صبيا مع عائلته وعاش وتوفي في الولايات المتحدة الأمريكية. التف حول جبران العديد من الأدباء والشعراء كميخائيل نعيمة ونسيب عريضة وإيليا أبي ماضي، وأنشأوا ما سموه الرابطة القلمية عام 1920، وانتخب جبران عميدا لهذه الرابطة التي هدفت إلى التجديد في الأدب العربي. درس جبران خليل جبران فن الرسم في الولايات المتحدة، وتعمق في دراسته عندما سافر إلى فرنسا فيما بعد، وكان إلى جانب كونه فناناً بارعاً وأديباً وقاصاً متميزاً، كان صاحب مدرسة أدبية تحمل لوناً خاصاً بها. اتسم جبران بسعة الخيال وعمق التفكير وغزارة الإنتاج والأسلوب السهل الجامع بين حرارة الوجدان وجمال الصورة والتأثر بالطبيعة، ما يثير الفكر والذهن لدى المتلقي. كان جبران فناناً ورساماً مهماً، درس الفنون في باريس واتبع أسلوباً رومانسياً على الواقعية الصاعدة وقتها، وأقام معرضه الفني الأول في مدينة بوسطن الأمريكية عام 1904 وهو في 21 من عمره. كتب جبران بالعربية والإنجليزية، ومن أشهر مؤلفاته العربية الموسيقى، عرائس المروج، الأرواح المتمردة، دمعة وابتسامة، الأجنحة المتكسرة، والعواصف. ومن مؤلفاته التي كتبها بالإنجليزية المجنون، النبي، رمل وزبد، الشعلة الزرقاء، أرباب الأرض، والسابق. كان جبران عميقا في كتاباته الأدبية والفكرية،
ينفذ إلى قلب وعقل المتلقي بقلمه الرائي وسعة خياله. ومن أقواله: ليست حقيقة الإنسان بما يظهره لك، بل بما لا يستطيع أن يظهره. لذلك إذا أردت أن تعرفه فلا تصغي إلى ما يقول، بل إلى ما لا يقول. لقد أصبحت كتابات جبران وما فيها من فكر وسعة أفق حكما وأقوالا تجري على الألسن، ومن ذلك قوله: جميل أن تعطي من يسألك ما هو في حاجة إليه، ولكن الأجمل أن تعطي من لا يسألك وأنت تعرف حاجته. وفي الشعر اشتهر جبران بقصائده ذات النفس الحكمي والمعاني السامية، والتي يعبر عنها بأسلوب قوي لا يتأتى لكثير من الشعراء والأدباء، فكان متفرداً في هذا المجال. ومن شعره: وما الحياة سوى نوم تراوده، أحلام من بمراد النفس يأتمر، وسر في النفس حزن النفس يستره، فإن تولى فبالأفراح يستتر. وهذه الأبيات من قصيدة طويلة له أسماها المواكب، وتعتبر أشهر قصائده، وهي التي تشد فيروز ببعض أبياتها: أعطني الناي وغني، فالغنى سر الخلود، وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود. توفي جبران خليل جبران في نيويورك في 10 أبريل عام 1931، وهو في 48 من عمره، ونقل جثمانه ليدفن في بيته القديم بلبنان فيما يعرف الآن بمتحف جبران. هل من الممكن أن يقع الخطاط في أخطاء أثناء تنفيذ اللوحة الخطية؟ الجواب نعم، ومن هذه الأخطاء ما يتعلق بتشكيلات التوكيد، والتي عادة ما يرتكبها الخطاطون خصوصا مع بداية مشوارهم في عالم الخط العربي. تشكيلات التوكيد هي عبارة عن تشكيلات توضع في الخط العربي، فعلى سبيل المثال عندما نرى عملاً فنياً مكتوب كما هو الحال في لوحة الخطاط سامي أفندي، فإننا سنلاحظ بعض التشكيلات الغريبة. على سبيل المثال حرف السين، لماذا تم وضع حرف السين هنا أسفل حرف السين في كلمة المسجد؟ لماذا وضع الخطاط حرف الميم هنا أعلى حرف الميم في كلمة المسجد؟ هل هي من باب الزينة؟ نعم، لا نختلف على أنها تعطي الجمال في الخط، إلا أن تلك الحروف الصغيرة هي عبارة عن توكيد للحروف الكبيرة، أي بمعنى أن حرف السين هذا يؤكد على أن الحرف الكبير هو حرف سين وليس حرف شين. كذلك الحال في حروف أخرى يمكن أن نقيس عليها حروف، على سبيل المثال كلمة محمد، فإننا سوف نرى حرف حاء صغيرة أسفل كلمة محمد، هذا للدلالة على أن هذا الحرف حاء وليس خاء. هذا ما يقع فيه بعض الخطاطين الذين يدرسون الخط في بداية مشوارهم، فيجب أن نركز على أن نضع تلك الحروف في محلها بشكل صحيح. تتخذ التشكيلات في الخط العربي أشكالاً ومسميات معروفة لدى الخطاطين، ومنها الظفر أو الميزان
والزنبقة والقرنفلة، يوضح لنا الخطاط علي الحمادي هذه الأمور الفنية. لقد كانت هناك تشكيلة استخدمت في المصاحف قبل عشرات السنين وقد يكون مئات السنين، استخدمها الخطاط محمد شوقي وغيرهم، إنها القرنفلة. القرنفلة هي نبتة أو زهرة استخدمت بطريقة ما واستغلت لوضعها في كتابة المصاحف، وخاصة على حرف السين وحرف الراء للتأكيد والدلالة على أنهما ليستا حرف الشين أو حرف زاي. الحركة هي عبارة عن شكل يشبه الهلال أو حرف النون دون نقطة، هي تشكيلة توكيد، وقد تم كما ذكرنا الاستغناء عن هذه الحركة حاليا، فهذه تسمى القرنفلة. هنا في كلمة مسجد على سبيل المثال لا يجوز أن نضع حرف حاء تحت الجيم، فهذا خطأ، وهو خطأ شائع عند بعض الخطاطين لأن هذا حرف جيم، فمن الأولى أن نضع حرف الحاء تحت حرف الحاء وحرف الميم تحت حرف الميم. هذه من ضروريات تشكيلات التوكيد في الخطوط بشكل عام والنسخ بشكل خاص. أما عن خط النستعليق أو التعليق سوف نلاحظ أمراً غريباً، وخاصة في حرف السين، السين المرسلة أو السين السيفية أو السين التي ليس لها أسنان إن صح التعبير، سوف نلاحظ ثلاث نقاط أسفل السين، وهي من الأعراف القديمة أو التشكيلات القديمة عند الخطاطين، يضعون ثلاث نقاط تحت حرف السين للتأكيد على أنه ليس حرف شين، وسوف نلاحظ تلك النقاط الثلاثة بكثرة في البسملة بخط النستعليق أو خط التعليق. وماذا بالنسبة لخط الثلث الجميل والشهير والتشكيلات التي تزينه؟ أما بالنسبة لخط الثلث كما ذكرنا فهناك الزنبقة، والزنبقة كما قلنا بأنها نوع من أنواع الزهور أو النباتات، والزنبقة في الماضي وفي بادئ الأمر كانت عبارة عن تشكيل توكيد ثم تحولت بعد ذلك إلى تشكيل للزينة، وهي حالياً توضع للزينة فقط، لكن في الماضي كانت عبارة عن إحدى التشكيلات الخاصة بالتأكيد على حرف السين. كذلك لدينا الظفر أو الميزان، ويوضع أحياناً على نهاية الأحرف مثل حرف التاء أو حرف الهاء. الظفر كما ذكرنا هو يرمز له كظفر الإنسان، وهو من حركات الزينة. هنا كلمة الشارقة جاءت تاء مربوطة، إذن لا يصح ولا يجوز أن نضع هاء على التاء المربوطة. متى نضع الهاء؟ إذا كانت هاء على سبيل المثال لفظ الجلالة الله، نضع هاء أعلى الكلمة لنؤكد على أنها حرف هاء وليست تاء مربوطة. هنا كذلك الشارقة في حرف الشين، لا يجوز أن نضع سين صغيرة أسفل الشين لأن هذا حرف شين. هذه من تشكيلات التوكيد التي يجب أن يراعيها الخطاط، وخاصة من هم في بداية طريق عالم الخط، والتوفيق إن شاء الله للجميع. وبهذا ينتهي لقاؤنا هذا الأسبوع في رحاب الأدب والفن، على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل إن شاء الله. استودعكم الله وإلى اللقاء. هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.